قبل اليوم اجتمعت لجنة المالية للتصويت على الجزء الأول، وكان فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية بحضور كثيف، وقام تعديل اللي فيه 61 تعديل اللي هو مهم اللي يهم جميع المواطنين، وتمشينا في التصويت. وكاين تعديل اللي ارتفض وشبتنا به التعديلات، وكاين تعديلات مملي اللي جابتها الحكومة وقبلناها اللي فيها صالح المواطنين اللي هي صالح كل شيء، وما زال التصويت مستمر إلى وقت متعطل منه.